سعيا منها لتعزيز حظيرة المرافق الرياضية وتلبية متطلبات الشباب عبر مختلف الولايات. ها هي السلطات العمومية تضاعف جهودها لإنجاز مسابح شبه أولمبية ووضعها تحت تصرف المواطنين وبالقرب من إقامتهم. راهي مسابح متواجدة أولمبية شبه أولمبية ومسابح جوارية، ليس فحسب على مستوى الجزائر العظيمة، حتى على مستوى الولايات داخل البلاد. منذ أسابيع قليلة شفنا أكثر من مسبح دشينا في الغواط، أكثر من مسبح دشينا في النعامة، أكثر من مسبح دشينا في تبسة وفي ولايات أخرى. إن السلطات العمومية وعلى رأسهم السيد رئيس الجمهورية يولون كل اهتمام إلى فئة الشباب ويريدون أن ينخرطوا في هذه الاستراتيجية وفي هذه الديناميكية. أطفال وجدوا ضالتهم في السباحة بعد توفير مسابح بالكثير من البلديات الواقعة في ولايات داخلية على غرار ولاية ورقلة التي شهدت افتتاح 7 مسابح تنوعت بين شبه أولمبية وجوارية وأحواض سباحة. احنا دائما نجوا لابيسين باش نعوموا في السخانه هذه، يديروا لنا الماء بارد ونعوموا ونستمتعوا. كاين نوادي بزاف نتمرنوا، كاين كيما احنا نادي بي اس او. أولاد جلال هي الأخرى كان لها نصيب، أين عرفت بلدية سيدي خالد تدشين مسبح جواري لفائدة سكان البلدية. بلدية سيدي خالد تم بها افتتاح مسبح جواري من أحسن المنشآت التي تم إنجازها. ننتظر في القريب القادم إن شاء الله نسجل مشاريع أخرى ضم بلديات 6 ولاية جلال. الجزائر العاصمة عينة عن هذه الجهود المبذولة، أين تسعى السلطات المحلية إلى جعل المسابح متنفسا للشباب والرياضيين على حد سواء من خلال إنجاز مسابح عبر كل البلديات. برنامج تاع المسابح من ضمن برنامج 50 وأكثر اللي حطوا السيد الوالي كهدف والسلطات المحلية كهدف، لابد أن ينجزوه في ظرف وجيز. أنا سبقنا باش دشنا بعض من المسابح في خرجات مماثلة من قبل. استثمارات كبيرة في المرافق الرياضية تم تجسيدها مؤخرا سواء بعاصمة البلاد أو بمختلف الولايات، خاصة ما تعلق بالمسابح. فبعدما كنا نشاهد هذه المرافق في المركبات الرياضية الكبرى فقط، أضحت اليوم متوفرة للمواطن عبر مختلف البلديات.